من خصائص وفضائل هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك أن الله عز وجل جعل له في كل يوم عتقاء من النار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لله عند كل فطر عتقاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى في كل يوم، أي في شهر رمضان، عتقاء، ولكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. أما الحديث فرمضان أوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره عتق من النار، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرمضان كله مغفرة وكله رحمة وكله عتق من النيران. اللهم تقبل منا وتب علينا.